احمد فتحي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، مروان محسن، احمد الشناوي، سعد سمير، طارق حامد، محمد عواد، محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد مجدي من نادي امبي. دول 11 لاعب على 17 ل 28 لاعب. ده القوام بتاع معسكر شهر 3 ان شاء الله، اللي هو هيكون من يوم 20 ل 28. المعسكر ان شاء الله هيكون في تدريب ان شاء الله باستاد القاهره يوم 19 مارس الساعه 7 مساء ان شاء الله، قبل السفر يوم 20 الى سويسرا مباشره.